مساء الخير يا شباب، النهاردة هناخد مجموعة من المسائل أو درس معين في الرياضيات لتانية إعدادي، كان مطلوبة من أحد الزملاء على أحد جروبات الفيسبوك، وطبعا هي مسائل مهمة جدا وبتيجي في الامتحان، فهنشرحها مع بعض. بس بسرعة كده اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يجيلك كل جديد بينزل على القناة، عشان كمان يجيلك كل الامتحانات والمسائل المهمة والتدريبات اللي بتنزل وخصوصا في فترة الامتحانات. يلا بينا دلوقتي. المسألة دي بيقول لك اختصر جذر 75 ناقص 2 جذر 27 زائد 3 جذر 1 على 3. طبيعة المسائل دي أولا كده مبدئيا ممكن تعملها بالآلة، ثانيا بس هو طبعا مش المطلوب تعملها بالآلة، أنت هتعملها ستيب باي ستيب أو خطوة بخطوة عشان تاخد الدرجة كاملة. دي بتعتمد على إيه؟ إن أنت بتقسم الرقم اللي تحت الجذر ده لرقمين، واحد منه بياخد ليه جذر تربيعي اللي هو بيسموه مربع صحيح. زي إيه الحاجات اللي ليها جذر، ايه الحاجات اللي ليها جذر تربيعي؟ اللي هو الواحد والاربعة والتسعة و 16 وال25 وال36 والحاجات دي. طب جت منين؟ واحد تربيع بتساوي واحد، اتنين تربيع بتساوي اربعة، تلاتة تربيع بتساوي تسعة، اربعة تربيع بتساوي 16، خمسة تربيع بتساوي 25، 6 تربيع بتساوي 36 وهكذا. وبالنسبة للجذر التكعيبي تمام، واحد تكعيب بيساوي واحد، اتنين تكعيب بتساوي 8، تلاتة تكعيب بتساوي 27، اربعة تكعيب بتساوي 64، خمسة تكعيب بتساوي 125. الحاجات دي مهمة قوي ايه تحفظها، ودي كمان قوي ايه تحفظهم. ليه؟ دول هتلاقيهم تحت الجذر التربيعي تطردهم بره، دول هتلاقيهم تحت الجذر التكعيبي تطردهم بره. نبدأ المسألة عشان نفهم أكتر. أول مسألة بيقول لك جذر 75 ناقص 2 جذر 27 زائد 3 في جذر 1 على 3. طيب احنا هنا 75 دي عايزين نقسمها، دي احنا دلوقتي عندنا جذر ايه؟ تربيعي. عايزين نقسمها رقمين مضروبين في بعض احدهما واحد من الايه من المجموعه دي. 75 لو قسمتها على 25 تطلع 3، يبقى نقدر نقول ان 75 عباره عن 25 ايه في 3 تحت الجذر ناقص 2 جذر 27. طب 27 ملهوش جذر، تمام، هنقسمه بايه؟ 9 في 3 عشان 9 ليها ايه جذر. طيب زائد، طيب 3 في، هتعمل ايه في الجذر دوت؟ هنقسمه، احنا عارفين ان الجذر بيتقسم على القسمه وبيتقسم على الضرب، فاحنا ايه عندنا رقمين مقسومين على بعض ممكن وتحت الجذر، يبقى نخليها الجذر اللي فوق على جذر تحت. جذر اللي فوق جذر الواحد بكام؟ بواحد. جذر الثلاثه هو جذر ثلاثه. طيب يا شباب احنا قلنا وبنقول تاني، اول لما تلاقي جذر تحت في المقام تعمل ايه؟ تضرب فيه. تعمل ايه؟ تضرب فيه ولازم تضرب فوق كمان عشان ايه؟ كانك ما عملتش حاجه في الايه؟ في الترم كله، تمام؟ طيب نبتدي نشتغل، قلنا 25 هنقدر ايه؟ الجذر بيتقسم على الايه؟ الرقمين دول، فنقدر نخليها ايه؟ جذر 3 مضروبه في جذر 25، صح ولا لا؟ طيب ناقص 2 الجذر يتقسم على الضرب ولا لا؟ يتقسم، يبقى ايه؟ عباره عن جذر 3 مضروبه في جذر 9. طيب زائد 3 في، طيب هنصفي بقى الترم دوت او نصفي الايه المعامل دوت. جذر 3 في جذر 3 اللي هو ايه؟ ب3. جذر 3 في 1 اللي هو بايه؟ بجذر 3. الله، طب ما ال 3 كده راحت مع ال 3، نقدر نصفي دي كمان. جذر 25 على طول ب 5 بالآلة، يبقى هتبقى ايه؟ 5 في جذر 3 ناقص جذر 9 اللي هي بكام؟ ب3، نقدر نشوف ده 3، بعدين 3 في 2 اللي هي ب6، تمام، وجذر 3 تفضل زي ما هي، تمام، زائد ايه؟ جذر 3. الله، طيب احنا دلوقتي عندنا ايه؟ جذر 3 وجذر 3 وجذر 3، مش دول جذور متشابهه بنعملهم معامله السين؟ يعني كانك 5 سين ناقص 6 سين زائد 3 زائد سين، يبقى نقدر ايه؟ نجمعهم في جذر 3 1 ونجمع ايه؟ المعاملات. طب المعاملات هنا ايه؟ 5 ناقص 6 زائد 1، 5 ناقص 6 بالآلة بسالب 1 زائد 1 بصفر، يبقى كلهم ايه؟ راحوا مع بعض، يبقى كده بتساوي صفر.
تمام. ده كده اول ايه سؤال. نكمل تاني سؤال، نمسح بس ده الاول. تمام، تاني سؤال بيقول لك ايه الجذر التكعيبي ل81 زائد الجذر التكعيبي ل24 ناقص 3 في الجذر التكعيبي، ما بتلخبطش بس دي التكعيب، 1/9. برضو ايه هنعمل ايه؟ لا بيقول لك اختصر، يبقى هنقسم الارقام اللي تحت الجذور دي لرقمين مضروبين في بعض، واحد ليه جذر تكعيبي والتاني ملوش ايه جذر تكعيبي، بحيث الجذر التكعيبي ايه يقدر يتبسط الى رقم صحيح. طب ال 81 تتقسم على ايه هنا؟ لو حاولت تجرب كده مش هتلاقيها تتقسم غير على 27، يبقى 81 هي عباره عن 27 في ايه؟ في 3. بالآلة كده 81 قسم 27 تديك ايه 3، وتحت ايه الجذر زائد 24، احنا عارفين ان هي ايه 8 في 3 تحت ايه الجذر، تمام، ناقص 3. طيب احنا قلنا الجذر التكعيبي برضه بيتقسم على القسمه، تمام، فبنقدر نقول ان هو الجذر التكعيبي بتاع اللي فوق على الجذر التكعيبي بتاع اللي تحت، الجذر التكعيبي بتاع واحد اللي هو بواحد، نحط عليه الضرب هنا عشان ما نلخبطش، في على الجذر التكعيبي بتاع 9. طبعا الجذر التكعيبي بتاع 9 ما بيطلعش رقم صحيح، بيطلع ايه ديسيمال، بيطلع يعني رقم ايه مطول، ما بيطلعش ايه ما بيطلعش رقم صحيح. فما حدش يقول لي الجذر التربيعي بتاع 9 هو 3، لكن الجذر التكعيبي بتاع 9 مش ما بيطلعش رقم صحيح، تمام. فاحنا على طول بنعمل ايه هنا عشان اول ما بنلاقي الجذر على طول، لو انت مش عارف اعرف تاني بتضرب تحت ايه، اول ما بتلاقي جذر بتضرب فيه، اول ما بتلاقي جذر ايه بتضرب فيه، بس بتضرب فوق ايه كمان. طيب ضربت فوق وتحت. طيب هنا هنبتدي نقسم، قلنا الجذر بيتقسم على القسمه، يبقى دي عباره عن ايه جذر التكعيبي ل3 مضروبه في الجذر التكعيبي لايه 27. طيب وهنا هنعتبرها ايه زائد الجذر التكعيبي ل3 مضروبه في الجذر التكعيبي بتاع ايه 8. طيب هنا هنضرب بقى ايه في 3 هنا الاول، ضرب في هنضرب اللي تحت المقام في بعضه، الجذر التكعيبي ل9 مضروبه في الجذر التكعيبي ل9، ما حدش يقول لي هيطلع 9، لا هيطلع جذر تكعيبي برضه، بس ايه ضرب الاثنين في بعض، ضرب الاثنين في بعض اللي هو 81 بالآلة، وفوق بقى ايه جذر تكعيبي ل9. طيب هنا هنقدر الجذر التكعيبي 27 ليه جذر ولا لا؟ هو ليه جذر ب3، يبقى ده بيساوي 3، هنسميها ايه؟ هتبقى 3 الجذر التكعيبي ل3 زائد الجذر التكعيبي ل8 هو 2، يبقى ايه؟ والجذر التكعيبي ل3 ما يتبسطش اكتر من كده، يبقى 2 في الجذر التكعيبي ل3. طيب هنا بقى، طيب احنا عندنا دلوقتي 3 فوق ال 81 دي هنقسمها برضو، يبقى احنا لسه مقسمينها اللي هي 27 ايه في 3، يبقى هنعملها ايه الجذر التكعيبي ل27 في 3، تمام، وفوق في ايه الجذر التكعيبي ل9 وفي كمان ال3 معانا. طيب هنكمل عادي، يبقى هو دي 3 الجذر التكعيبي ل3 زائد 2 الجذر التكعيبي ل3 ناقص. طيب تحت بقى هيبقى الجذر التكعيبي، هنقسمهم في بعض، الجذر التكعيبي في 3، الجذر التكعيبي 27، يبقى 3 في الجذر التكعيبي ل3، تمام، وفوق في 3 وفي كمان جذر التكعيبي ل9. طيب هنمسح بس الفيلم اللي فوق ده عشان نعرف نكمل.
طيب يبقى احنا وصلنا ان هو احنا ايه 3 للجذر التكعيبي ل3 زائد 2 في الجذر التكعيبي ل3 ناقص، طبعا الثلاثة راحت مع الثلاثة، هيبقى ايه الجذر التكعيبي ل9 على الجذر التكعيبي ل3. طيب هنا نكمل تاني، يبقى 3 الجذر التكعيبي ل3 زائد 2 الجذر التكعيبي ل3. طيب احنا عندنا هنا ناقص جذر على جذر، مش نقدر ايه نخليه جذر واحد ونقسم اللي جوه. طيب يبقى نقسم جوه 9 على 3 اللي هي بكام؟ ب3. يبقى احنا الله، طب احنا كده عندنا ايه، وصلنا ان احنا كل الايه الجذور متشابهه، جذر 3 بجذر 3 بجذر 3، اقدر اجمع المعاملات ولا ما اقدرش؟ اقدر. يبقى 3 زائد 2 ب5 ناقص 1 ب4، يبقى الناتج 4 في الجذر التكعيبي ل3. دي كده رقم 2، خلاص دي الاجابه النهائيه 4 جذر التكعيبي. يبقى انا كده اختصرت الايه الاكسبريشن ده او الترم ده. طيب او بعد ما تخلص بقى الفيلم ده كله في الامتحان، تعمل الكلام ده كله، الفيلم ده كله تعمله كله بالاله، هيطلع لك ايه، تتاكد ان ايه 4 جذر 3. الاله الحديثه، الاله الحديثه بتبسط لك ايه الجذور، وكمان بتبسط لك يعني انت لو عايز تمسك ده بدل ما تقعد تقسمها 81 اللي هي 9 في 3 والكلام من ده، ممكن الاله تساعدك، هتعمل الجذر التكعيبي ل 81 هتطلع لك على طول ان هي ايه 3 الجذر التكعيبي بتاع 3، هتجيب لك ابسط صوره، فانت ممكن تستخدمها وتمشي خطوه بخطوه بايه بالاله، بس لازم تبين للمصحح ان انت عملت ايه خطوات، كانك بتضحك عليه يعني، كانك ان انت بتفهمه ان ايه انت عملت ان هي عباره عن 81 في 3 والكلام من ده، مفيش مشكله، مفيش مشكله، تمام؟ بس انا بفهمك الصح، وشوف انت عايز تحل ازاي. تمام، ده خد رقم 3. رقم 3 بيقول لك ايه؟ الجذر التكعيبي ل 54 زائد 4 في الجذر التكعيبي ل 1 على 4 ناقص الجذر التكعيبي ل سالب 2. طيب برضه هنعمل ايه؟ بيقول لك اختصر، يبقى هناخد الارقام اللي تحت الجذر نقسمها رقمين، واحد ليه جذر تكعيبي والتاني ملهوش، بحيث الجذر التكعيبي يتبسط لرقم صحيح. طب ال 54 هي عباره عن ايه؟ عباره عن بالاله كده، لو جربت تقسم على واحده على كل على واحده واحده كده، تجرب تقسم على الواحد، تقسم على 8، تقسم على 27، تقسم على الكلام على 64، يعني 125، هتيجي معاك 27، هتبقى عباره عن 27 في 2 تحت الجذر الجذر التكعيبي زائد هنا، دي هتعرف تعمل فيها حاجه، ما مش تقدر غير ان تضرب فوق وتحت في ايه في الجذر التكعيبي، يبقى الجذر التكعيبي بيتقسم في اللي فوق على اللي فوق وتحت، الجذر التكعيبي بتاع 1 هو 1، الجذر التكعيبي بتاع 4 هو الجذر التكعيبي بتاع 4، ما حدش يقول لي الجذر التكعيبي بتاع 4 2، لا الجذر التربيعي بتاع 4 هو ال 2، ولو متتلخبط اعمل بالاله، تمام؟ الاله هتعمل عليها الاله الحديثه هتعمل الجذر التربيعي بتاع 4 هيطلع لك هو على الاله الجذر التربيعي بتاع 4، مش ملهاش تبسيط اكتر من كده، تمام؟ بعدين سالب هنا الـ عارفين ان السالب تحت الجذر التكعيبي، السالب الجذر التكعيبي بيطرد السالب بره، يبقى انت كانك ايه ده هيطرد بره كده، يبقى في سالب تاني بره والجذر التكعيبي بتاع 2، تمام؟ طيب هنا هنقدر نقسم ولا لا؟ نقدر نقسم، يبقى عباره عن الجذر التكعيبي بتاع 2 مضروبة في الجذر التكعيبي بتاع 27، تمام؟ زائد ها هنا 4 في القسمة دي، هنعمل ايه على طول؟ اول لما تلاقي جذر تحت بتعمل ايه؟ بتضرب فوق وتحت في الجذر، بتضرب فوق وتحت ايه في الجذر، يبقى ايه الجذر التكعيبي بتاع 4 هتضربه تاني في الجذر التكعيبي بتاع 4، وفوق برضه تضرب ايه في الجذر التكعيبي بتاع 4،
طيب سالب سالب موجب، يعني سالب سالب موجب، انت يعني عايز مش عايز تتلخبط، يبقى هتطلع السالب بره وتحطه بين اقواس عشان ايه تعرف ان السالب بيخش على السالب بالموجب. وبرضه عايز تتاكد اعملها بالاله، اكتب كده على الاله سالب سالب جذر التكعيبي 2 هيطلع لك موجب الجذر التكعيبي بتاع 2. طيب هنا بقى هنكمل. طيب هنا نقدر نبسط ولا لا؟ اه الجذر التكعيبي بتاع 27 بالاله على طول بيطلع 3، يبقى نقدر نقول ان هي 3 اهي في 3 في الجذر التكعيبي بتاع 2. طيب هنا زائد 4 في هتضرب تحت في هنا الجذر التكعيبي في 4 بتاع 4 في 4 هيبقى الجذر التكعيبي في 4 في 4 اللي هو 16 تمام. وفوق ايه؟ وفوق ايه؟ ال وفوق الجذر التكعيبي بتاع 4 تمام؟ نفس الايه الفكرة بتاعت المسألة اللي فاتت تمام؟ تمام نكمل. وده الجذر التكعيبي بتاع 2 ماشي. طبعا ايه اللي عايز اقوله لك من هنا، ان انت الاله بقى بتختصر لك الفيلم ده، يعني انت لو عايز تعمل على الاله الجذر التكعيبي بتاع 54 هتطلع لك ايه 3 جذر ايه التكعيبي بتاع 2. فانت ايه لو عايز تساعد نفسك بدي ممكن تساعد نفسك، ممكن تكتب له على طول الجذر التكعيبي بتاع 54 يطلع 3 ايه في جذر 2، او ممكن ايه يعني تكتب له الجذر التكعيبي بتاع 54 تكتب له الخطوه دي وبعد كده تخش على الايه الخطوه اللي وراها على طول عشان تاكد لنفسك تمام. هنمسح بقى الحته اللي فوق دي عشان نعرف نكمل. طيب وصلنا هنا ان احنا عندنا 3 الجذر التكعيبي ل 2 زائد 4 في تحت بقى جذر 16 عايزين نقسمها برضو ايه رقمين مضروبين في بعض، ال 16 عبارة عن ايه 8 في 2 تحت الجذر التكعيبي برضو ايه لو عملتها بالآلة تطلع معاك على طول ان هي ايه 4 في الجذر التكعيبي بتاع 2، انا اسف 2 في الجذر التكعيبي بتاع 2 وفوق الجذر التكعيبي بتاع ايه 4 فوق الجذر التكعيبي بتاع 4 تمام زائد الجذر التكعيبي بتاع 2 اوكي. طيب يبقى نكمل عادي، يبقى 3 الجذر التكعيبي ل 2 زائد 4 في قلنا خلاص هنقسم دي هنقسم دي كانك بتقسم الجذر التكعيبي 2 في الجذر التكعيبي 8 او بتطرد ال 8 بره، ال 8 تطرد بره ب 2 في الجذر التكعيبي ل 2 وفوق الجذر التكعيبي ايه ل 4 زائد الجذر التكعيبي ل 2. طيب هنا 3 الجذر التكعيبي نكمل عادي الجذر التكعيبي ل 2 زائد طيب هنا 4 احنا ممكن نقسم ايه المعاملات 4 قسم 2 يديك 2 وبعدين هنا عندنا جذر تكعيبي ل 4 على الجذر التكعيبي ل 2 ممكن نجمعهم في جذر تكعيبي واحد اللي هو 4 قسم 2 اللي هو 2 زائد الجذر التكعيبي ل 2 تمام. يبقى احنا الله طب احنا عندنا كده ايه الجذور اصبحت متشابهه ولا مش متشابهه، اقدر اجمع المعاملات ولا لا؟ اقدر اجمعهم 3 زائد 2 ب 5 زائد 1 ب 6 يبقى يطلع 6 الجذر التكعيبي ل 2. فهمت الفكره؟ يبقى هو الفكره كلها ان انت بتحاول تبسط الترمز اللي عندك دي الى جذور متشابهه عشان تعرف تضيفهم في الاخر. وطبعا بعد ما تعمل الفيلم ده كله حد ممكن تكتب ده كله على الاله هيطلع لك الرقم دوت بس بالآلة الحديثة عشان تشيك على الرقم بتاعك، بس لازم تعمل خطوات. طبعا انت جيت الكلام ده عملت له امتحان صفر على طول، طلعت له على الآلة ده يطلع
6 جذر التكعيبي ل 2 ما ولا هتاخد ولا درجة، او هتاخد مثلا نص درجة ولا حاجة، لكن انت اهم حاجة عندي الخطوات اللي احنا عملناها دي. طبعا انا كل هدفي ان انت تبقى فاهم وتجيب الدرجة النهائية في الامتحان، فارجوك اعمل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يجيلك كل المسائل المهمة اللي بتنزل على القناة، واي استفسار ابعت لي اكتب لي في الكومنتات او ابعت لي على الواتساب، هرد عليك بالحتة اللي انت مش فاهمها. وطبعا احنا شعارنا ان احنا بنساعد بعض، فبليز اعمل لايك للفيديو وشير على الجروبات التانية بحيث زبايلك برضو يستفيد. اشوفكم على خير، مستر احمد طارق.